يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ احمد العلاقات. نحل اسئله على الظاهره الكهروضوئيه. الارقام كلها موجوده على اللوح، موجوده بالدوسيه. في حال اي رقم كان عندك على اللوح مش واضح وانا بحل بالسؤال، كون فاتح على الدوسيه برقم السؤال ورقم الصفحه. السؤال الاول صفحه 9. السؤال بحكي في رسم بياني معطينا علاقه بين التيار بوحده المايكرو امبير مع فرق الجهد الكهربائي بوحده الفولت. طبعا منحنى هذا بنعرفه، مشان مجموعه المسائل هم نجوها مع بعض. السؤال الاول ما قيمة تيار الإشباع؟ أذكركم تيار الإشباع هو أقصى تيار يمكن الوصول إليه في الخلية الكهروضوئية. ففي فرع ألف نحن هون الأسئلة. تيار الإشباع في الشكل هي أقصى قيمة تيار وصلنا لها يا جماعة. أقصى قيمة تيار ممكن نوصلها اللي هو 400. فتيار الإشباع يساوي 400 مايكرو أمبير. حسب وحدة القياس اللي هو زودني فيها، قيدت فيها. في فرع لا. ما قيمة أقل فرق جهد؟ بده أقل فرق جهد بين طرفي الخلية الكهروضوئية عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى. هلأ التيار وصل هون لقيمته العظمى هو 400. هلأ تبع التيار الكهربائي هي عند هون بالضبط وصل لقيمته العظمى. إذا عند الثلاث وعند الأربعة كان التيار بقيمته العظمى، طلع على المنحنى في ثبوت في التيار الكهربائي. شو قيمة أقل جهد بوصل فيه التيار لقيمته العظمى؟ أقل جهد هو 3 فولت، اللي هو أقل جهد بكون فيه تيار وصل لقيمته العظمى. في فرع جيم ما قيمة جهد القطع مباشر من رسل؟ هو الجهد العكسي أو الجهد السائل الذي ينقطع عنده التيار الكهربائي، نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات. فقيمة جهد القطع سالب 2 فولت. فرع دال احسب الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات الضوئية بوحدة إلكترون فولت. بدي أحكي لك بس ملاحظة صغيرة. هلا هو حدد وحدة قياس هون للطاقة الحركية. الطاقة الحركية المفروض وحدات نظام العالم أقيسها بالجول، وحدات نظام العالم، فأنا دائما بقيس الطاقة الحركية بوحدة جول، إلا إذا حدد في السؤال بده إياها بوحدة معينة زي مثلا الإلكترون فولت، فهو قيدني بده إياها بالإلكترون فولت. اتفقنا على علاقة بتحكي إنه الطاقة الحركية هي تساوي القيمة المطلقة لجهد القطع، هيك بتطلع بوحدة الإلكترون فولت، وتساوي 2 إلكترون فولت. في فرع ها عفوا احسب السرعة العظمى للإلكترونات الضوئية. هلا السرعة بنطلعها من جوا قانون الطاقة الحركية، بنطبق قانون الطاقة الحركية تساوي نص كتلة في عين تربيع، ومنها بنقدر نحسب السرعة. طب أستاذ كم الطاقة الحركية؟ دير بالك هذا القانون بيشتغل على وحدة الجول. قانون وحدة نظام عالمي. فما بصير تعوض الطاقة الحركية اللي حسبتها هون بالإلكترون فولت، لازم بأول شيء تحولها إلى جول. كيف؟ بضرب 2 في 1.6 في 10 قوة سالب 19، هيك أنا قاعد بحولها لجول. النص ثابت، شحنة الإلكترون 9 عفوا كتلة الإلكترون 9.11 في 10 قوة سالب 31، بضل مجهول عندي العين التربية. 2 في 1.6 3.2 ومضروبة كمان في 2 6.4 في 10 قوة سالب 19 تساوي 9.11 في 10 قوة سالب 31 عين التربية. نقسم على 9.11 في 10 قوة سالب 31 على 9.11 في 10 قوة سالب 31، هيك اختصرنا مع بعض. طبعا العين هاي فيها تربيع، فانا عشان اوجد العين بدي اخذ جذر الجواب. اوكي؟ هلا 6.4 9.11 خليها هيك. الاسس لما ارفع سالب 31 لفوق وعندي هون سالب 19 بضل عندي موجب 12، وتحت الجذر التربيعي بصير موجب 6 متر لكل ثانية. طبعا الجذر هذا بس للرقم لانه خلص احنا وجدنا جذر الاس. طيب في سؤال 2 احسب تردد العتبة تا دال نود. دير بالك خصائص فلز بحكيش عن ضوء، بحكي عن فلز. تاد دال نوت وطول موجة العتبة لامدا نوت برضو خاصة بالفلز للحديد. عندنا بدنا اقتران شغل الحديد يساوي 4.5 إلكترون فولت. أول شيء هو معطيني اقتران الشغل هو فاي، ومن فاي نقدر نطلع تردد العتبة. يعني بقدر استخدم قانون فاي تساوي ها في تاد دال نوت. بس برضو هذا القانون بيشتغل على الجول زي قانون الطاقة الحركية. فلما أعوض فاي لازم أحولها من إلكترون فولت إلى جول. يعني 4.5 في 1.6 في 10 قوة سالب 19 تساوي 6.6 في 10 قوة سالب 34. طبعا تاد دال هو تردد العتبة. هيك بصفي عندي تاد دال نوت تردد العتبة يساوي 4.5 في 1.6 على 6.6 في 10 قوة موجب 15 هرتز. طبعا احنا نقدر نوجد الرقم هون يعني كرقم عشان نحكي الحل. طيب تمام. هلا هو بده كمان لمدة العتبة أو طول موجة العتبة. فلمدة العتبة أو طول موجة العتبة هو يساوي س على قيمة التردد نوت اللي حسبناها
3 في 10 قوة 8 على قيمتي هاي 4.5 في 1.6 على 6.6، هاي مضروب في 10 قوة 15 وتساوي 3 ضربها ب 6.6 على 4.5 في 1.6 مضروب هذا الرقم كلياته في الأس اللي هو 10 قوة سالب 7 متر. طبعا ضرب الأرقام أنا قاعد بحل يا جماعة بشكل سريع على اللوح، فأنت بضل عليك بس ضرب الأرقام، خليه كسر زي ما هو، بس على الأقل نضرب الأرقام الموجودة على اللوح. نكمل في سؤال 3 صفحة 9. سقط ضوء فوق بنفسجي طول موجته 240 نانومتر، هاي يا جماعة لمدة. طب أستاذ كيف ميزت؟ أنا هون حكالي طول موجة العتبة، هاي للفلز، هون كان نوصف. هون سقط ضوء، هون بيحكي عن ضوء، هاي لمدة بس طول موجة ضوء. على نهبة خلية كهروضوئية فانطلق منه الكترونات، وعندما أصبح فرق الجهد العكسي 1.4 اسم ثاني لجهد القطع، هو فرق الجهد العكسي، تمام؟ ف 1.4 فولت اللي هو جهد القطع، انقطع التيار، هاي. للناسي ان الجهد العكسي هو نفسه جهد القطع. لا مطلوب اني فرع الف احسب طاقه الفوتون الساقط. طيب نيجي فرع الف، اذا بتحسب طاقه الفوتون، طاقه تساوي ها في تا د في التردد، هو مش معطيني تردد، معطيني طول موجه، فاذا بدي موجه اول شيء التردد بعدين بعوض، او بعوض هون ها في س على د، وتساوي ها 6.6 في 10 قوه سالب 34 في س 3 في 10 قوة 8 ثابت على لمدة طول الموجة 240 نانومتر، يعني بدي احول 240 بدي يصير 24 في 10 قوة سالب 8، هي 240 نانومتر، 240 في 10 قوة سالب 9، فأنا كتبت 24 في 10 قوة سالب 8. هلا عندي أنا هون اختصار بسيط، إن اختصر هاي مع هون المقام، هاي فيها بواحد وهاي فيها في 8، فبصير عندي أنا الجواب 6.6 على 8 في، هلا عندي هون بدي ارفع لفوق بصير موجب 16 او سالب 34، وعندي 8 هلا بصير عندي سالب 26، ورفعت موجب 8 سالب 34 سالب 26، رفعنا لفوق سالب 8 صارت موجب 8 سالب 18. طبعا هذا القياس شوف. طيب هلا فرع باء، كم الطاقة الحركية لعظم الإلكترونات الضوئية؟ هلا إذا في فرع باء بطلع الطاقة الحركية بقدر أطلعها من جهد القطع، وهو معطيني إياه، يعني حكينا الطاقة الحركية، ما حدد شو وحدة القياس، أنا هون قلت لك لما حدد وحدة القياس بالإلكترون فولت قيدني، بس لما طلب طاقة حركية بدون ما حدد وحدة القياس بشتغل على وحدات نظام عالي، بشتغل على جول. فالطاقة الحركية هي تساوي شحنة الإلكترون في جهد القطع. وتساوي شحنة الكترون طبعا ثابت 1.6 في 10 قوة سالب 19، وجهد القطع عندي في السؤال 1.4 تساوي 2.24 في 10 قوة سالب 19. فرع جيم مطلوب بدنا نحسب اقتران الشغل للفلز. طبعا بكل بساطة بطبق معادلة الكهروضوئية، انه طاقة فوتون ناقص فاي اقتران الشغل تساوي الطاقة الحركية. هلا طاقة الفوتون الساقط انا معي 8.25 في 10 قوة سالب 19 ناقص اقتران الشغل الفلز مجهول، الطاقة الحركية تساوي 2.24 في 10 قوة سالب 19، وديها على الجهة الثانية بصير سالب فاي تساوي، طبعا هاي بصير سالبة، تمام؟ بصير الجواب 6 في 10 قوة سالب 19، طبعا سالب جول، فسالب مع سالب بروحوا بعض، أنا طلع إجابات تقريبية قاعدة يا جماعة، لأنه في فرقية لسه هون، يعني في الرقم إله فرقية عشان طلع الجواب. في سؤال 4، سقط ضوء على سطح الصوديوم اقتران شغل الصوديوم 2.8 الكترون فولت، فتحرر منه الكترونات طاقتها الحركية 82% الكترون فولت. ارجع مثالي، يعني معلومات السؤال مع اقتران الشغل لفلز الصوديوم مع الطاقة الحركية للالكترونات. طالب مني فرع اول ان نحسب تردد الضوء الساقط، دير بالك هون بيحكي عن فلز، هون بيحكي عن طاقة حركية، وهون بيحكي عن فوتون الساقط او اذا بدك الضوء الساقط. عشان اطلع التردد تبع الضوء الساقط على الاقل لازم بدي اعرف طاقة الضوء الساقط، وعشان اعرف طاقته بقدر استخدم معادلة الكهروضوئية في فرع الف، بحكي انه الطاقة ناقص اقتران الشغل تساوي الطاقة الحركية. طب استاذ هون وحدات القياس كلها الكترون فولت، بحق لي هون اعوض بالالكترون فولت؟ طبعا هذا القانون يجب توحيد وحدات القياس فيه، يا اما الثلاث قيم تبعون الطاقة تكون بالجول او الثلاث بالالكترون فولت. هلا طاقة الفوتون مجهولة،
بس معي اقتران الشغل 2.8 والطاقة الحركية معي 82%. طيب بتطلع هيك الطاقة تساوي 3.62 الكترون فولت. أنا هيك طلعت طاقة الفوتون، بس هو السؤال بده مني أحسب تردد الضوء. إذا بدي أحسب تردد من جوا الطاقة بقدر أطلع التردد، بس ما بصير أتعامل مع الطاقة هيك زي ما هي، لأنه قانون الطاقة اللي بحسب تردد الطاقة تساوي ها في تاد دال، وأنت بتعرف القانون اللي جواته ها بيشتغل على الجول، فلازم هاي تصير في الجول، فبدي أضرب 3.62 تضربها ب 1.6 في 10 وسالب 19، وساعتها هسا بعوضه هون عشان أحسب مقدار طاقة، وهسا بقدر أعوض 5.8 في 10 قوة سالب 19 تساوي 6.6 هدول الخطين في 10 قوة سالب 34 في التردد على 6.6 في 10 قوة سالب 34 على 6.6 في 10 قوة سالب 34، هي اختصرتهم بطلع التردد يساوي 5.8 على 6.6 في 10 قوة موجب 15 هرتز. نيجي يا جماعة على الفرع اللي بعديه. الفرع اللي بعده قاعد بطلب اننا نحسب له انه في ضوء سقط، طول موجة هذا الضوء 600 نانومتر على سطح الفلز، فهل تتحرر منه الالكترونات تفسر اجابتها. بدنا نطلع هلا نشوف هذا الضوء الساقط اللي هو ابو 600 نانومتر، يا اما شوف عندنا حلين نقارنه مع اقتران الشغل، فيا اما نمسك هذا وبنشتغل فيه عبين ما نطلع الطاقة بوحدة الالكترون فولت ونقارنها باقتران الشغل، يا اما اقتران الشغل هذا بنرجعه له او بنحسب منه لمدة العتبة او طول موجة العتبة ومنقارن مقدار طول موجة الضوء الساقط. خلينا نبلش بهذا نشتغل فيه. هلا في عندي ضوء سقط في فرع باء، خلينا نطلع الطاقة ها في س على مدى هذا الضوء الساقط، نطلع له طاقته 6.6 في 10 قوة سالب 34 مضروب س 3 في 10 قوة 8 على لمدة طول موجي 6، بدي اكتبها 6 يا جماعة، في 10 قوة سالب 7، هي 600 في 10 قوة سالب 9 كتبتها بسالب 7، طبعا هاي فيها بواحد وهي فيها باثنين، بيطلع الجواب 3.3 في 10 قوة سالب 19 طبعا جول. هلا ما ينفعش اقارن الطاقة هاي زي ما هي بالطاقة هاي اللي هو اقتران الشغل، الا اذا بمسك اقتران الشغل هذا وبحوله وحدة جول، بقدر اعمل مقارنة، فبدي امسك فاي هاي وحوله وحدة الجول، فبضرب 2.8 في 1.6 في 10 قوة سالب 19 وتساوي 4.48 في 10 قوة سالب 19 جول. هلا ما بقدرش انا بذكركم شغله، بقدرش اعمل مقارنه بين قيمتين غير اذا كانوا نفس وحده القياس، يعني بقدرش اقارن الكترون فولت بجول او جول بالالكترون فولت، عشان خلاتهم الثنتين بالجول. اذا فوتون سقط طاقته 3.3، اقتران الشغل الفلز عندي 4.48، اذا بقدر اجاوب انه هل يتمكن من تحريك الالكترونات؟ طبعا لا، لانه طاقه الفوتون الساقط كانت اقل من اقتران الشغل. اذا قارنت بالطول الموجي بتقول الطول الموجي للضوء الساقط كانت اكبر من لمدة العتبه اللي حل على الطول الموجي. أثبت أن طول موجة العتبة يعتبر العلاقة، طبعا هذا السؤال 8 صفحة 10، يعتبر العلاقة موجة العتبة تساوي س فيها على لمدة. طيب هلا بسيط، بدي استخدم قانون فاي تساوي ها في تاد دال دوت، وبدي أحط مكان تاد دال نوت أو تاد دال دوت اللي ترد العتبة قانون اللي هو س على لمدة العتبة، فبصير فاي تساوي ها في س على لمدة العتبة. إذا بعمل ضرب تبادلي فاي في لمدة العتبة تساوي ها في سين على فاي طرفي المعادلة، هيك بوصل للمطلوب، لمدة العتبة تساوي ها في سين على فاي. في سؤال 10 صفحة 11، سقط ضوء طول موجته 100 نانومتر على سطح فلز اقتران شغله 2 الكترون فولت، اجبع ما يلي: ألف، هل تتحرر الالكترونات من سطح الفلز؟ واحسب طاقة الفوتون الساقط. طبعا هدول الفرعين انا حاطهم في الدوسيه بس للتمرين، بس هدول الفرعين هو عبارة عن فرع واحد، يعني يا بجيب لي يا ألف يا باء، لأنه أنا هيك مضطر نحسب طاقة الفوتون الساقط ومن طاقته أقارنها مع اقتران الشغل الفلز. طيب فبدي أحلهم ضمنيا اللي هو فرع ألف وباء. هلا عشان أعرف إنه هل يمكن تحرير الالكترونات أو لا وأحسب طاقة الفوتون الساقط، بدي أحسب أصلا طاقة الفوتون، بقدرش أقارن طول موجة بطاقة، بدي أحول طول موجة هذا طاقة وأقارن اقتران الشغل. إذا طلعت طاقة الفوتون الساقط أكبر من اقتران الشغل يحرر، طلعت أقل طبعا لا يحرر. هلا الطاقة تساوي ها في س على لمدة، ها في تاد دال وتاد دال تاد دال س على لمدة، 6.6 في 10 قوة سالب 34 مضروبة في 3 في 10 قوة 8 على لمدة طول موجة الضوء 100 نانومتر، يعني 1 في 10 قوة سالب 7 وتساوي 6.6
في 10 قوة 7 لفوق 15، 10 قوة سالب 19 جول. هلا بدي اقارن يا جماعه مقارنه سيطره، عم بقدرش اقارن طاقه بالجول بطاقه الالكترون فولت، فبدي امسك المياه على سبيل اقتران الشغل ونحوله لجول. 2 في 1.6 في 10 قوه سالب 19 وتساوي 3.2 في 10 قوه سالب 19 جول. من حقي هسه اقارن، وكوني شفت انه طاقه الفوتون سقط كانت اكبر من اقتران الشغل، اذا بقول له يحرر الكترونات. في فرع جيم احسب فرق جهد القطع. عشان نحسب قيمة فرق جهد القطع، شوف بدي احكي انه طاقة الفوتون احد معادلات كهربائية ناقص فاي اقتران الشغل هي تساوي الطاقة الحركية او تساوي شحنة الالكترون في جهد القطع. هلا طاقة الفوتون حسبناها 6.6 في 10 قوة سالب 19 ناقص اقتران الشغل حسبناه 3.2 في 10 قوة سالب 19 شحنة الكترون 1.6 في 10 قوة سالب 19 في جهد القطع. هلا 6.6 ناقص 3.2 تساوي 3.4 في 10 قوة سالب 19 تساوي 1.6 في 10 قوة سالب 19 في الجهد الكهربائي على 1.6 في 10 قوة سالب 19 على 1.6 في 10 قوة سالب 19. اختصارات بطلع الجهد الكهربائي جيم الجهد، هلا 3.2 على 1.6 فيها 2، 3.2 على 1.6 فهي قيمة قد تكون أكبر شوي من 2، يعني بدي أفترضها 2 فولت تقريبا. في سؤال دال احسب سرعة الإلكترونات المتحررة جيم فرع دال. بدي أرجع لقانون الكهربائي هذا، بس المرة بدي أحكي إنه يساوي الطاقة الحركية، تمام؟ يعني بدي أرجع أحكي طاقة الفوتون ناقص اقتران الشغل طلع ناتج طرحهم يساوي 3.2. لعدد الطاقة الحركية تساوي 3.4 في 10 قوة سالب 19، وبعوض قيمة الطاقة الحركية نص كتلة 9.11 في 10 قوة سالب 31 عين تربيع. جماعة هذا السؤال حلينا نفسه، عشان هيك يمكن بحلو قاعد أنا بسرعة. نفس الفكرة هاي مرت علينا قبل شوي. بضرب 2 هون، طبعا هون مش رح طلع جواب نهائي، رح طلع إنه عين تساوي جذر 6.8 على 9.11 في 10 قوة 6 متر لكل ثانية. حل الفرع أنت وقارن إجابتك بإجابتي. في سؤال 11 صفحة 11 في الرسم البياني المجاور احسب معي. طبعا هذا الرسم موضح لك علاقة بين الطاقة الحركية وبين التردد، طبعا انتبه الطاقة الحركية مقاسة بالإلكترون فولت. طالب مني احسب ثابت بلانك. إذا متذكرين ثابت بلانك في هاي الرسمة هو يساوي الميل تبع المنحنى. فها ثابت بلانك هو يساوي الميل الذي يساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني التغير في الطاقة الحركية لازم بالجول على التغير في التردد لازم بالهيرتز، لأنه أصلاً ها تقاس بالجول لكل هيرتز. انتبه هذا الكلام حكيت لك إياه هون، طاقة تادال بيشتغل على ها بتشتغل على جول لكل هيرتز، لازم تكون طاقة بالجول. طيب هلا مشكلتي أنا هون الطاقة الحركية المعطيني إياها في السؤال، طبعاً عندكم في الرسمة هذا سؤال 11 صفحة 11، انتبه عندي عندكم في الرسمة أنا مش معطيك قيم، فأنا بدي أرجع أعطيك قيم. طلع عندي ركز معي شوي، في قيمة هون 6، في قيمة هون 3، يا ريت انك تحطهم عندك في الرسم في الدوسي. هون في قيمة 6، هون في قيمة 3. يلا نبدأ يا جماعة شغلنا، بدنا نحسب التغير في الطاقة الحركية. خلينا ناخذ مثلا إذا بدي من البداية 6 ناقص 0، هي 6 ناقص 0، بس ننتبه إنه التغير في الطاقة الحركية أخذت بين النقطة هاي وهاي. هلا بالإلكترون فولت بدنا تضرب 1.6 في 10 قوة سالب 19 على التغير في التردد. هلا بدي آخذ 3 ناقص لأنه القيمة المكافئة ل 6 هي 3، هي 3، والقيمة المكافئة للصفر على الصادات هي 1.5 ناقص 1.5، طبعا مضروب 10 قوة 15 عشان يصير هيرتز، هيك المقياس الرسم عندك في السؤال. ففي 10 قوة 15 طبعا تساوي هاي 3 ناقص 1.5 هاي فيها ب 1.5، و 6 1.5 فيها ب 4، و 4 ضرب 1.6 فيها ب 6.4 في 10 قوة سالب 34 جول لكل هيرتز، تقريبا تساوي قيمة هاي اللي انت بتعرفها اللي هي 6.6 في 10 قوة سالب 34. في فرع باء ما قيمة اقتران الشغل؟ اقتران الشغل هو هاي قيمته، طبعا قيمة مطلقة بنخدم نحكي 6 الكترون فولت، ما حدد وحدة قياس، انا خلص جاوبت وحدة الكترون فولت او بتحولها الى جول. تحور جيم ما قيمة تردد العتبة؟ هيها تقاطع السينات اخذناه في الشرح. تردد العتبة يساوي 1.5 في 10 قوة 15 هيرتز، هاي بقول لي اي رقم تاخذه انت لازم تضرب 10 قوة 15. ادرس الرسم البياني المجاور واجمع مالي. ما مقدار
جهد القطع برضو يا جماعة من الرسم جهد القطع هيو حاليا سؤال زيه جهد القطع يساوي سالب 2 فولت ما مقدار الطاقة الحركية بوحدة الإلكترون فولت الطاقة الحركية بوحدة الإلكترون فولت هي القيمة المطلقة لجهد القطع فباخذ قيمة مطلقة للاثنين اللي هي تساوي 2 إلكترون فولت ما مقدار الطاقة الحركية بوحدة الجول بكل بساطة بحولها هون الإلكترون فولت إلى جول أضرب 2 في 1.6 في 10 قوة سالب 19 وتساوي 3.2 في 10 قوة سالب 19 جول ما طاقة الفوتون الساقط انتبه بيسأل عن طاقة فوتون ساقط علما بأن اقتران الشغل للفلز حلو انت معطيني فاي اقتران الشغل للفلز طالب طاقة فوتون وأنا مطلع في فرع جيم طاقة الحركية إذا بطبق معادلة أينشتاين الكهروضوئية يلا اسمعني طاقة ناقص اقتران الشغل تساوي طاقة حركية هلا طاقة الفوتون الساقط انت طالبها في السؤال هيها ما طاقة فوتون ساقط اقتران الشغل معطيني انت 3.2 في 10 قوة سالب 19 في فرع جيم كنت حاسب الطاقة الحركية بوحدة الجول اللي هي 3.2 في 10 قوة سالب 19 وعلي طاقة الفوتون تكون تساوي 6.4 في 10 قوة سالب 19 جول 6.4 في 10 قوة سالب 19 جول سؤال 14 ادرس الرسم المجاور ثم اجب عما يلي الرسم يوضح العلاقة بين تيار كهربائي والجهد الكهربائي وفرق الجهد الكهربائي بين طرفي الخلية أي المنحنيين يمثل شدة الضوء أكبر ساقط على باعث الخلية فسر لما نشوف مين شدة الضوء له أعلى طيب نذكر شغلة مع بعض شدة الضوء اللي بحكمها اللي هو تا تيار الكهربائي في ازدياد شدة الضوء يزداد التيار بطلع على التيار الكهربائي بلاقي المنحنى بال باللون الأحمر التيار تبعه أكبر من المنحنى باللون الأسود اللي هو ألف إذا هسه بدي جاوب فرع ألف بدي احكي له شدة الضوء في باء اكيد اكبر من شدة الضوء في الف فسر ليش لانه التيار الكهربائي في باء اكبر اللي هو تيار الاشباع اكبر منه في الف في فرع باء واللي اي منحنيين يمثل تردد الضوء اكبر ساقط على باعث الخلية لما يسالني عن التردد بحكم باستخدام الجهد الكهربائي في علاقة طردية مع الجهد الكهربائي تردد الضوء فكون جهد القطع تبع باء اعلى من الف انا باخذ القيمه المطلقه لجهد القطع انا كمقدار مهتم فيه اذا بما انه جهد قطع او خلينا اجاوب على سؤال التردد تردد الضوء الساقط على باء اكيد اكبر من تردد الضوء الساقط على الف تفسيري ليش لانه جهد القطع تبع باء كان اكبر من جهد القطع تبع الف في فرع جيم ماذا تمثل كل نقطتين ألف وباء؟ ألف وباء طبعا تمثلان جهد القطع اللي هو الجهد السالب أو العكسي الذي ينقطع عنده التيار الضوئي طيب نشوف يا جماعة سؤال 15 ادرس الرسم البياني ثم أجب عما يلي أوجد تردد العتبة للليثيوم تعالوا شوف الليثيوم هي انا حاطه باللون الاحمر وهي قيمه تردد العتبه له طبعا الارقام زي ما قلت لكم الدوسيه موجوده بس انا بقرا لكم اياها 6 9 13 ترددات العتبه على الترتيب ففي فرع الف بالنسبه لتاء دال نوت لليثيوم من الرسم هي تساوي 6 بس لازم اضربها ب 10 قوه 14 هرتز تردد عتبته في فرع باء أوجد دالة الشغل للنحاس طبعا دالة الشغل هو نفسه اقتران الشغل طبعا للنحاس هو معطيني تردد العتبة له 13 بس هون على المنحنى مش معطيني كم اقتران الشغل له فبحسبه فاي اقتران الشغل يساوي ها في تردد العتبة طبعا للنحاس 6.6 في 10 قوة سالب 34 مضروبة في تردد العتبة له اللي هو يساوي 13 ويساوي 85.8 في 10 قوة سالب 34 طبعا جول بس هون طبعا ترد انا مضروب 10 قوه 14 هي في 10 قوه 14 نغير بس الاس سريع في 10 قوه سالب 20 طيب فرع جيم طالب بدنا نعرف اذا سقط ضوء تردده 12 في 10 قوه 14 فاي من هذه الفلزات يمارس الظاهره الكهروضوئيه هلا عشان احكم بالتردد انا عندي تردد العتبه للفلز هاد 6 وهتردد عتبته 9 وهتردد عتبته 13 لاحظ انه تردد الضوء الساقط كان اعلى من تردد العتبة لمين؟ للليثيوم
يعني بكل بساطة 12 كانت أكبر من الستة. إذا هذا بيشتغل كهربائية. وتردد الضوء الساقط كان أعلى من تردد العتب للمغنيسيوم اللي هي 12 أكبر من 9 بيشتغل كهربائية. بس تردد الضوء الساقط 12 هو أقل من تردد العتبة تبع فلز النحاس، لأنه هذا 12 وهذا 13، لهيك ما بيعمل كهربائية. إذا النحاس لا يمارس كهربائية. بس ما باقي هدول لا، طبعا هدول يمارسوا دورها كهربائية. طيب في سؤال 7، ادرس رسم بيال المجاور ثم اجب عما يلي. اي فلز اي فلز زين سينوس صاد طول موجة العتبة له اكبر. طيب طبعا هذا سؤال كتاب يا جماعة، وانا طبعا هذا اخر سؤال راح احله في الكهربائية. انا يمكن هلا من بين كل اسئلة او يعني زخم الاسئلة حاطه في الدوسية في سؤالين او ثلاث، تمام، من اصعب اعتقد 15 سؤال في الدوسية. هاي اسئلة كتاب، اطلعوا عليها حلوها، واجابات طبعا بتعرفوا موجود، موجود اجابات يعني ضمن اجابات نموذجية للكتاب. فلنا فلزين سينوس صاد، هذا هي تردد عتبته وهذا هي تردد عتبته. بسألني عن طول موجة العتبة، خلينا نقارن تردد العتبة بالأول. لاحظ تردد العتبة للسين أقل من صاد، فبدي أكتب هيك، تردد العتبة للسين كان أقل من تردد العتبة لصاد. وإحنا بنعرف إن العلاقة بين تردد وطول موجة علاقة عكسية. فاللي مسألني عن طول موجة العتبة هي عكس التردد. فأيهما أكبر طول موجة؟ بحكي له إنه طول موجة العتبة للسين أكيد أكبر من طول موجة العتبة لصاد. فسر، لأنه تردد العتبة للسين أقل من تردد العتبة لصاد. في فرع باء، فسر يتساوى ميل المنحنيين الممثلين للفلزين. طبعا يتساوى، لأن الميل يمثل ها اللي هو يا جماعة ثابت بلانك. نحن نحكي قاعدين من قيمة ثابتة، فأكيد ميل طبعهم رح يكون متساوي. جيم، إذا سقط ضوء له التردد نفسه على الفلزين وانبعث الكترونات من كلاهما. هلا انا اسقط ضوء بتردد معين على الفلز سين وعلى الفلز صاد، والضوء هو نفسه يعني له تردد ثابت، فاي منهما يبعث الكترونات تحمل طاقه حركيه اكبر؟ فسر اجابتك. بدي اشوف نتيجه الطاقه الحركيه لكل من سين والطاقه الحركيه لصاد. هلا انت بتحكي لي تردد العتبه تبع سين هو اقل من تردد العتبه تبع صاد، تمام، وعليه بدي اكتب هون بس ملاحظه بلون اخضر عشان احل فراجي. اقتران الشغل تبع سين رح يكون اقل من اقتران الشغل تبع صاد. اذا هون بدي احكي انه اقتران الشغل تبع سين نسبيا قليل، اقتران الشغل تبع صاد نسبيا كبير. الضوء الساقط هو نفسه على الطرفين، فالضوء الساقط هون يتم طرح طاقته من اقتران شغل قليل، وهون ضوء الساقط يتم طرح، مش قانون طاقه ناقص اقتران الشغل يساوي طاقه حركيه، فبعيد هذا كله قانون هون، ها طاقه فوتون ناقص اقتران شغل تساوي طاقه حركيه. الطاقة هاي ثابتة ملناش فيها، هاي نفس الفوتون سقط على الطرفين، الاختلاف في اقتران الشغل وراح يأثر على الطاقة الحركية. نعم، طاقة الفوتون سقطت على مثلا سين، طب ما هو سين اقتران شغله قليل، فنسبيا بتطلع الطاقة الحركية بتطرح من رقم قليل، معادلة خطية بتطلع طاقته الحركية كبيرة نسبيا. وبالمقابل نفس الفوتون سقط بس على الفلز صاد، الاقتران الشغل لصاد نسبيا كبير فبتطلع طاقته الحركية أقل. إذا 100% الطاقة الحركية للإلكترونات في سين رح تكون أكبر من الطاقة الحركية للإلكترونات في صاد.